طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. سجل هو طيب، قلنا في المحاضره الماضيه وصلنا لموضوع الجدول اللي عملناه. اليوم نحكي عن بعض الفانكشنز في البي اتش بي. هاي فانكشن قلنا وظيفتها انشاء اري، وحكينا عن الطريقه الاخرى لانشاء الاري، طريقتين اللي هي البوست او انك تعرفه بايش element element. كاونت قلنا ايش بتعمل؟ في فانكشن اسمها اري كي اكزيست، واضح انك بتفحص اذا كان كي موجود ولا لا، ترو فولس. بسرعه تنتين على السيتي وعلى الاندكس، بتديها الاري وبتديها الكل اللي انت بتدور عليه. نوع ثاني اسمه ايش؟ الريسيرش، بتدور لك على ايش؟ على اليمنت. طب اذا لقيته اديك الاندكس تبعه، اديني تروب مش كفايه استفدت منه، اديني الاندكس تبعه. لا بتشغل تنتين تنتين يا كي اندكس. هذول الخمسه راح احكي عنهم لقدام، خمس فانكشن دول يلك على السورت والار سورت. تمام، اول قبل ما نحكي عنها بدنا نحكي عن برنت ار. برنت ار شو وظيفتها يا شباب؟ بتطبع على الري، ريكو بتطبع على الري. طيب، ف عشان بس نجرب نشتغل عملي احسن، شو رقم الشاب هاي؟ يا الله جميل، 114. افتح هذا، سجل هذه، تعال الان نطفي هذه، 114. عندنا الري هذه مظبوط؟ هذه الري شباب المارك صح؟ فنيجي هذا نوقف الشغل اللي اشتغلناه المحاضرة الماضية، أو نيجي نفتح واحد نسميه بي اتش بي، نسميه ايش؟ الري. نيجي هان نقول له هاي الري عندنا اسمها ماركس. حلو، عندنا الري موجودة هان. طبعا بس وش نفتح في شي غلط، ايش هو؟ انا بكتب التكست يعني اريز. طيب هذه اري يا شباب مظبوط. الان اذا بعمل لها برنت ار المفروض يطبع لي مين؟ الاري. حلو الكلام؟ طبعا الاري. طبعا لو اديتها رقم، لو قلت له برنت خمسه برضه بتطبع خمسه عادي. ممكن تاخذ الريم، ممكن تاخذ اي حاجه تطبعها. الان في هان بارامتر ثاني ديفولت تبعه فولت اللي هو از ستور. اذا حطيت هذا ترو ببطل يطبع، بصير يرجع فاليو. حلو، الفاليو اللي رجعها هذه هو الناتج اللي المفروض كان يطبع. يعني بدل ما يطبع على الشاشه بيسوي بيخزنه كتكست كسترينج، فطبعت الريزلت طلع لك سترينج كان موجود يطلع. فهمت علي؟ مش عارف شو وظيفتها هاي العمليه بصراحه، ولكن الان الريزلت ايش هي؟ احنا عملنا ايكو للريزلت، ما عملناش ايكو لان بطلت تطلع صح؟ لانه عملنا ايكو للريزلت هذا الاشي اللي كان المفروض ايش؟ ينطبع صح؟ وضحت؟ هذا الايزي ستور. ف طيب نشوف هان، نشوف ايكو لواحدة من اللي حكينا عنهم اري كي اكزيست. شو بتاخذ كي اكزيست هذه؟ لو طلعت هان تديها كي واري، ندور على كي. ايش الكي بندور عليه؟ مثلا ندور على الصفر في وين؟ في الماكس. انت بتاكد انه الكي موجوده ولا اول؟ تمام، وممكن من خلال الكي تجيب القيمه. اذا بدك طبعا من خلال الكي بدك تجيب القيمه. ايش قال لي؟ واحد يبقى ترو مظبوط، مش واحد يا ترو. العشره في كي 10 عندنا؟ لا فورس مظبوط، برافو عليك. طبعا اللي حكينا الثاني، مين الفانكشن الثاني؟ السيرش، تديها
تديها فاليو ترجع لك ايش؟ الاندكس. ما لقيتوش برجع فورس، واضح ما لقيتوش برجع فورس. هاي حكينا على الستورج بتعمل التفاصيل اللي انا شرحت لك اياها مكتوبه هنا. لو اديتها لو حطيتها تروش بيصير وهي الديفولت فولس بتاعت البرنت ار. فهان اعمل برنت ار لفار واحد ايش طبعا. يعني بتاخذ فاريبل شرط الري بس. هان داله مين؟ ايوه هان داله ايش؟ الري طبعها. الان في المثال هذا ايش داله؟ برنت ار الري مع ترو. فلحد هان في طباعه صارت. لا لما عمل ايكوال الريزلت طبعا السترينج اللي كان المفروض يطلع. فهمنا؟ طيب هذول الشباب الخمسه فانكشنز ركز عليهم، ركز لي هان. في خمسه فانكشن للاري، واحد اسمها كي، واحد اسمها كرنت، واحد اسمها نيكست، واحد اسمها بريفيوس، واحد اسمها ريسيت. الان عندي اري البوينتر، تخيل انه واقف على اول عنصر فيه، في بوينتر واقف على اول عنصر باي ديفولت واقف فاهم. اذا قلت كي اوف الاري برجع لي ايش؟ الكي الحالي. الكي الحالي ايش هو؟ اذا كانت اندكس اري بكون صفر، اذا كانت اسوشيتيف بكون ايش؟ اول كي عندنا. فهمنا؟ اذا قلت له كرنت رجع لي الفاليو الحاليه. فهمنا؟ اذا قلت نيكست بمشي البوينتر واحد، اذا قلت نيكست بمشي البوينتر واحد، اذا قلت بريفيوس رجع واحد. اذا عملت ريسيت يسفر البوينتر على البدايه، حط البوينتر وين؟ على البدايه. فهمنا يا شباب؟ مش هدول؟ ف ترجعش بس تمشي، بس تمشي. عندي اري كم عنصر فيها؟ اربعه، اندكس ولا اسوشيتيف؟ اسوشيتيف، لان وين الكي واقف؟ المفروض واحد، واضح؟ فاذا قلت له هذا قلت له كي ايكوال كي اوف الاري، ايش هيطبع لي؟ ايكوال كي فروت واحد، فروت واحد. اذا قلت له ايكوال كرنت قبل، اذا عملت نيكست صار مؤشر هان، قلت له ايكوال كي فروت اثنين، اوكي؟ ايكوال كرنت اورايت برافو. فالكود اللي قدام مش هيطبع. في شغله بعطى مش عارف اشرح لك اياها ولا في شغله جانبيه اشرح لك اياها. الان اذا قلت اف اكس بتساوي 5، هذه العمليه ايرور؟ لا هذه العمليه تمام. هذه ناتجها ايش؟ اذا دخل يطبع لي اوكي صح؟ المفروض اذا دخل اذا هي رجعت ترو يطبع اوكي صح؟ نشوف هيطبع اوكي ولا لا. ايش طبع؟ اوكي. عرفتها عملت اساينمنت، عمليه الاساينمنت اذا هذه صفر فولز. شو اللي انا بقوله هذا؟ الان اذا اكس بتساوي اي حاجه له قيمه 5 6 7 سترينج الري لها قيمه، فاذا عملتها كبوليان الناتج تبعها ايش؟ ترو. لو اكس بتساوي فولز او زيرو او نل البوليان تبعها ايش؟ فولز. فهذه العملية الآن الأساينمنت للإكس إيش قيمة إكس؟ زيرو، زيرو كبوليان فهذا مفترض ما يطبعش. ما طبعش لأنه إيش ناتج إكس صار؟ لو حطيت نل نفس الكلام. حط أي حاجة له قيمة شو ما يكون إشي فاضي، نص فاضي كمان فولس. فولس، فهمتوا علي؟ أي شيء ملوش قيمة البوليان كبوليان ايش بيعتبر؟ فولز. اي حاجه لها قيمه. وضحت شباب؟ تمام. فعلى هذا الكلام على هذا الكلام شوف لي هذا ايش بيطلع. كان الكود هذا ايش بيطلع؟ اول حاجه هذا كومنت سيبكم منه. وايل ايش بيجيب؟ الكرنت على الاري. وانا اول من اول شيء الكرنت كان واقف؟ قبل على قبل صح؟ مظبوط؟ فايش قيمة فروت نيم؟ ايش قيمتها؟ قبل الابل كبوليان ترو، شنو قيمة؟ ترو، فدخل في اللوب مظبوط؟ اف فروت نيم بيساوي قبل اطبع مين؟ الكي، كي الحالي. فايش طبع في الاول؟ وهي يمشي بعدين وفروت اربعة بس، لانه هدول بس اللي فيهم مين؟ اللي فيهم اللي شرط بنطبق عليهم. لو فيش شرط هيك
طبعا لا تنسوا ان في حد حرك الكي، الكي مش لحاله يتحرك، في نكس في الاخر زي الاي بي. بالضبط، فهمت علي؟ شكلكم مش كثير مستوعبين الفكره. هنجي هان هي الري صح؟ ايكو لا، ايكو لا الكي اوف المارس، وين الكي واقف؟ زيرو زيرو مظبوط؟ الكي حاليا قديش؟ زيرو. اما ايكو، اما هان ايكو الكرنت الحالي، الكرنت وين واقف؟ 78. يفترض اول قيمتين الاقيهم ايش؟ 0 78 0 78.8 مظبوط؟ صح ولا يا شباب؟ الان لو قبل هذا الكلام او هان في النص عملت نيكست، النص عملت نيكست ايش هيطبع؟ الاولى 0 والثانيه 80.5، انا عملت طباعه قبل التزويد صح؟ فطبعا زيرو، هان لسه هان مشي صار واقف فان، فطبعت الكرنت 80، فهمتوا علي؟ صح ولا؟ هان 80، حتى لو انها اسوشيتيف يا شباب، يعني لو هذا اسوشيتيف نفس الكلام، فاللي حيختلف بس الكيس. هحط له ارقام، هحط له ايش اللي انت معرفه في الاري. ناخذ مثال على اسوشيتيف ولا واضحه؟ اسوشيتيف، لو كانت اسوشيتيف الاري نفس الكلام. بدل صفر واحد بتقول الكيس اللي انت معرفها. حاس في حد في عالم مش واضح حاله. نفس المثال هنا، بس المثال فيه وايد. فزي ما حكيت لك انا، فايش ناتج هذه؟ فاول لفه بياخذ الكرنت اللي هي هذول، واحده من هذول صح؟ وبحطها هان، اذا العمليه الاساينمنت صارت، يعني صارت قيمه ديفرو 2 قيمه، فناتج الواي ايش؟ تروح فحيفوت فيها صح؟ فات فحصت الفروت 2 مدري هل بتسوي قبل؟ تسوي قبل بتطبع، تسوي قبل بتسيبها وين بروح؟ بروح على النكست. لان لما النكست وصل هان في اخر لفه حيطلع النكست وين؟ برا، فعمليه الاساينمنت هذه بتصيرش فبيطلع فولس. فهمتوا علي ايش اللي انا بقوله؟ طيب نيجي هان، ايش ناتج هذه يا شباب؟ اول شيء في ستيب هان، في ستيب 1 بعدين نيكست ونيكست بعدين ستيب 3 صح؟ مظبوط. بعدين ايش؟ ريست ورجع، ايش هيطبع؟ ستيب 1 فهمنا ليش الريست؟ هذه اول عنصر بصفر العدة صح. واضح يا شباب؟ طيب سريعا راح احكي عن هذول ونرجع لموضوع الريست وهي. في ستة فانكشنز لعملية السورتنج الاري. سورت اول اثنتين هذول شايفينهم؟ شو اسم الاولى؟ شو اسم الاولى؟ سورت بترتب الاري الاندكس، بحكي عن الاندكس هنا من الاسندنج من التصاعد ماشي؟ هام الار سورت عكس الريفرس، ترتب ايش؟ تنازل، ترتيب حسب مين؟ الفاليو، بحكي على الاندكس احنا بحكي على اندكس الاري، بس بدي ارتبها او بدي اعكس ترتيبها، برتبها كيف؟ حسب القيم، لانه الاندكس مرتب اصلا، الاندكس مرتب مظبوط ولا لا؟ فبرتب حسب مين؟ هذول التنتين لمين؟ لاي اري؟ الاندكس اري، واحد بترتب تصاعد او بترتب تناسب، حلو الكلام؟ هذول الاربعه الاسوشيتد، الاولى اسمها اي سورت، بترتب تصاعدي حسب الفاليو. اذا كتبت اي ار سورت نفس الكلام بس صارت ايش؟ تنازل، حط حرف الار محذوف من هذه وهذه، شو بس زياده؟ زياده من هذه وهذه؟ لا صارت تنازل. اللي فيهم حرف الكي رتب حسب الكي، يبقى اللي تحت اللي فوق هذا ايش؟ تصاعد، واللي تحت هذه تنازلي. فهمت علي كيف حفظتهم؟ واضح ولا لا؟ يبقى دول اربعه لمين؟ بس شيء تنتين برتب حسب الكي، وتنتين برتب حسب الفاليو، واحدة تصاعد واحدة تنازل. واضح؟ مفهوم يا شباب؟ طبعا كاتب لك انه هي بترجعش الاري المرتب، هي بترتب في نفس المكان.
يعني عندك الري اسمها الري رتبتها، فيش داعي تحفظها في نفس الاسم. فاهمين ليش بقول؟ يعني اذا قلت سورت اوف اري، مجرد ما عملت هيك هي ترتبت، فيش داعي تحفظها في ايش؟ في نفسها، فطبعا مرتب تلاقيها. بس لو بدك الترتيب القديم تخزنه قبل ما ترتب تغير، بعدين بترتب. فاهمين علي؟ يعني بصير الترتيب ان بليس في نفس المكان، اللي بيرجع منها ترو فولس، مش الاري اللي مرتبه، ترجع ترو فولس بس. تم ترتيبه ولا طبعا. هان شايفين هان، مفيش داعي نحفظ الكارز في بعد السورد، نحفظها في نفس المتغير او متغير جديد. يعني ترتبت وين؟ نفس المكان. فكارز بتساوي اريف فولف وبي ام دبليو. بعد ما رتبتها كيف حسيت ترتيبها؟ حسب الحرف مين قبل الثاني؟ بي تي في، بي تي فولفو، بي ام دبليو، تويوتا فولفو صح؟ لانه بس لو هذه كانت، لو هذه كانت هيك، لو هذه كانت بيسمونها الضله اكبر، لو هذه كانت تي هيك، تصير هذه الاولى، لان حرف التي سمول اصغر من الاسكي كود تبعه. مظبوط يا حبايب؟ هان اول شيء هذه اسوشيتيف صح؟ الترتيب هذا ايش؟ تصاعدي حسب الفاليو، حسب الفاليو صح؟ فرتب لي هذا حسب الفاليو تصاعديا، مرتب ما اختلفت صح؟ فلو طبعناها هان شفنا طبعها لما اخذنا المحاضره الماضيه، فور ايتش اسم الاري از كي فاليو تطبعها. مظبوط الكلام؟ وين؟ لا لا، اذا فشل او نجح بالترتيب مش فورس، لا تروح كي اكزيست حكينا عنها قبل شوي صح؟ ايش بيعطيها؟ كي والاري تراجع ليش؟ الاري سيرش بيعطيها الفاليو والاري، بتدور اللي في الفاليوز، اذا لقيته بترجع لك ايش؟ الاندكس. فايش ناتج هذه؟ للصفر والاندكس في الاسيوت بتصير كي. انسى الاندكس للاندكس اري، كي للاسيوت. رجع اي اي طبعا. واضح حبايب؟ متفقين؟ صعبة الأمور؟ مش صعبة الأمور صح؟ قبل ما نروح على المالتي دايمنشنال بدك تركز معيها، تعمل الري اسوشيتد. ان شاء الله نلاقي هان في الري اسوشيتد، ما عارفينها قبل هيك احنا. تيست شي مش الري اسوشيتد فاهم؟ هاي واحدة تمام؟ هذه ايش؟ اسوشيتد شو اسمها؟ الري اسوشيتد. اتفقنا المحاضرة الماضية عشان الف على الري زي هاي عندي كم خيار؟ فور ايش؟ مظبوط ولا لا؟ عشان الف على اسيوتي بري فور ايش؟ لان الفور ما اي بتنفعنيش. مظبوط؟ الف عليها بفور العاديه مش فور ايش. شوف شوف كيف، لان هي الفور استخدام الريست والنكس والكرنت. ركز هذا الفور صح؟ فور بتتكون كم شق هان؟ ثلاثه. في قسم هان نفذ كم مره هذه المنطقه؟ مره، اللي بتعمل ريست او بتعمل انيشاليزيشن للاندكس صح؟ بتحط فيها ايش؟ ريست اوف الاسوشيت. لو كان الاندكس مقدم، لو هذا مقدم قبل او شيء رجع وين؟ في البدايه. حلو الكلام؟ المنطقه اللي انا فيها لا نفذ كل قديش؟ لا مش الاندكس، منطقه الفحص، منطقه ترو فورس صح؟ انه هل ضايل في عناصر او مش عناصر صح؟ بحاول اجيب مين؟ الكرنت او الكي. طول ما الكرنت او الكي برجع فاليو معناته ترو. فهمت علي؟ زي ما عملنا في الوالي قبل شويه. خلينا نجيب الكي. طول ما الكي هذا له قيمه، طول ما الكي هذا له قيمه ضلك لف. طيب ولا
تحطه بدون كي. بصير بس بدك تكسب، بدك تحط اثنين في نفس الوقت، بدي يعمل اساينمنت في نفس الوقت ايش؟ افحص. فهمت علي؟ هان ميكس بالبساطه. برافو عليك، ميكس اوف ايش؟ هاي الكي، مش هذا، مش هذه ترجع الكي الحالي لو مره اي مره ترو مره خمسه مره هلو. وطول ما عملت الاساينمنت بتصير قيمه كي ايش؟ ترو. مش هذا المنطقه، مش هذا المنطقه بنعملها كبوليان. فبوليان لو في اي حاجه قلنا ايش؟ ترو صح؟ وهذه مين؟ نمشي البوينتر. لو ما حطيتش بصير فور لوب، انفاينايت فور لوب صح؟ واضح الكلام؟ خلاص هاي الكي. ايوه مش فاهم انا. هذه المنطقه، هذه المنطقه بالفور لوب بتنفذ مره واحده يعني. يعني لما بنعرف اي بتساوي صفر يبقى اي مره بترجع صفر. لا رجحان صح. لا بس قبل، قبل ما يمشي بفوت شباب يعني ما 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 لا ما تظلموش. هذا المكان بنفس المراحل، هذا المكان فحص علمكم وضحت؟ انا معايا الكي كل مره، معايا الكي صح؟ بقدر اجيب مين كمان؟ الايتم او الفاليو، سميها اللي بدك اياه. يا بتقول له كرنت، يا بتقول له مين؟ الاسوشيتيف اوف مين؟ الكي. فرقتش معايا، اذا معايا الكي بجيب، بجيب منه الفاليو الحالي صح؟ تمام هيك معايا مين؟ كي والان. فاي ايكو لا للكي اول دوت سبيس دوت سميتها انا ايتم دوت بي ار. ترى هذا ايش تسوي؟ تطبع لي مين؟ لا ما تحولتش ترو فولس هي، هي ما صارتش ترو فولس، بس اذا انت المكان بتعامل قيمه كبوليان فالبوليان تاع قيمه ترو، بس هي ما صارتش ترو فولس. صح؟ سؤال؟ لا لا ما هو بدك انت انا بطلع في براوزر قاعد يعني. فالبراوزر كيف بيفهم النيو لاين؟ واضح؟ كذا عناصر الاري واضح يا شباب؟ شويه صعبه صح؟ شويه فور اتش مالها؟ فور اتش مالها؟ بس شو حكينا عن مشكله الفور اتش؟ لا فيش فيها مشاكل، عندي الكي والفاليو في الاسيت صح؟ بس الفكره انا بدي اعرفك على هذه صراحه مش عارف شديدها ايش يعني، ايش شيء كذا في البرمجة الثانية. موضوع الميكس والكي وال هذول الخمسة فانكشن ما شفتهمش، ما شفتهمش كفانكشنز للاري. بعيد في خلاص استنى. واضح يا شباب؟ عشان نصعب الامور شويه الان كمان نحكي على مالتي دايمنشنال اري. ركز معي، مالتي دايمنشنال اري او ايش الاري هذه ايش؟ زي هي هيك 1 دي، انه كل عنصر عباره عن ايش؟ عن فاليو. اذا تحول كل عنصر للاري يصير ايش؟ 2 دايمنشن. يعني الاري الواحده العناصر اللي جواتها عباره عن ايش؟ اري. اذا هذه اري العناصر اللي جواتها اري والعناصر اللي جواتهم هذول ايش؟ صارت ايش؟ 3. هذا المفروض اري اوف اريز 2 دي، اري اوف اريز اوف اريز 3 دي 4 دي. مفهومه يعني، يعني يمكن انا ببرمج فتره طويله اكثر من 3 دي ما صعب تفتح يعني، ممكن تبرمج عادي
صعب علينا احنا نتخيلها. تمام ايه؟ بس لا ممكن. يعني انا امبارح كنت اتعامل مع الري الريز اوف الريز 3 دي 3 دي، يعني وجعت راسي عشان اقدر ولا بدي افوت جوا، واللي بلاقيها الري اوف الري اوف الريز احولها لاري، يعني كانت قصه صعب ما وصل وصل فيها. المهم حتى كنت استعين بالشات جي بي تي اعمل لي اي في هان في المنطقة ادي الري اوف الريز في هان واحدة، لا اللي بعد التعديل، لا في واحدة قبل التعديل الف الف اها هان هان كان في الري في واحدة من هدول بتيجي الري اوف الريز فبدي استبدلها بالري. المهم فعلى حد 3 دي بني ادم لحد 3 دي البني ادم بيستوعب سهله، لا كنت تحت السيطره، بعد هيك بصير الامور شوي صعبه. الان بنتعامل مع الري اوف اريز 2 دي، وعشان صعبه شويه بدي تكون هي واللي جواتها اسوشيتد. زي ايش؟ زي عندي مثلا عندي هان بدي احط لكل طالب على من تعمل اري اسمها تساوي عبارة عن ايش؟ اري الكي اسم الطالب اسمك والفاليو ايش؟ اري برضو ايش؟ اسوشيتد على شكل ايش؟ ميد مثلا او اسم المادة اسهل ويب واحد 90 في ويب اثنين يدوب يجيب 60 ها واضح كيف يا شباب؟ الان احط كمان مادة ثالثة و بس ايش كمان عندكم اندرويد مثلا سنة 80 هذا مين؟ هذا أول عنصر في وين؟ أول كي وفاليو في الكبيرة صح؟ أول كي ركز أول كي وفاليو في مين؟ هذا الكلام بيتكرر كم مرة؟ على الطلاب هي أول واحدة عشان بس أسهل عليك دعم المسترجين الثانية محمد أحمد محمود الله عليك اسلم بس نشقلب العلامات شويه تمام ايه تمام يا حبايب هاي ثلاث. فالان لو قلت لك جيب لي علامه لو السؤال قلت لك جيب لي علامه احمد في الويب تقول لي ايكو اوف ستودنت اوف احمد اوف مين؟ ايش نتيجة هذا الكلام؟ هاي اول كي وشباب لحد الان شوف علي لحد هذه هذا هذا السطر الري نهاية السطر ايش؟ هو عنصر في الكبيرة صح؟ شوف فعليا ايش؟ الري اوف ويب مين؟ صار عنصر مين؟ هو الواحد انا ما تفكرش في كرات مش كرات انت بتعمل مباشرة ما بتمشيش مباشرة بتغز عليه غزة لو قلت اوف اندرويد شي هان اوف علي اوف ويب اثنين واضح مفهوم الكلام هيك؟ هاي تو دايمنشنال لا لو هذه حولتها الري صارت ايش؟ 3 دي عم تصعب الامور شوية واضح يا حبايب؟ الان بدي الف فور لوب اطبع اسمه على من؟ اسمه على من؟ هذه السهلة نعملها بالريست واضح؟ نعملها بالطريقة هاي ولا شك انه بدي تو فور لوبس، لا شك انه بدي ايش؟ تو فور لوبس الأولى بتلف على مين؟ على الستودنت على الستودنت على الستودنت حلو الكلام؟ الآن بدي أجيب مين؟
قبل بتجيب الكرنت لانه هو اللي بدرف عليه. هسه الكي ايش قيمه الكي هذه؟ محمد احمد علي تفقيد صح؟ بس هذه مش عندي، فكيف اجيبها؟ اللي هي مين؟ نسميها الصب، نسميه ستودنت. شفت علامات ستودنت واحد؟ شفت علامات ستودنت واحد ايش بيساوي؟ الستودنت او ايش نسميها؟ اس تي دي عشان بس ما تتغلبوش. الاس تي دي ايش بيساوي؟ ستودنت اوف انا عملت له حدا انا ايش؟ كل لوب واحده معايا الكي ومعايا مين؟ لا لا ما قبل ما افوت في الاولى اللوب الثاني بدي اعمل ايكو لمين؟ للكي صح كلامي؟ هو الاسم بطبع الاسم بعدين بطبع جنبه علاماته حتى لو مش بلاك علامات مش عندي الاريه اللي فيها علامات صح؟ الان بدي اعمل ايش؟ كمان فور لوب عمي بتلف هذه برافو عليك على الصب اري الصغيره هذه صح ولا لا؟ وين بقول له ايكو لمين؟ مش تجيب الكرنت تبعه الكرنت تبعته ايش هي؟ علامه كرنت مش علامه كرنت او اس دي او في الكي او الكرنت مش الحاجه مظبوط مين؟ قصدي برافو عليك ايكو لمين؟ للما برافو عليك سيجا صفطهم هيك سردهم سرد ما عملناش ولا بي ار افترض في اخر ايش نحط بي ار راح افرجيك ليش في شيء غلط ماركة. واضح يفترض الان ايش اسوي ايش الاقي هاي شوف كيف رسم رسم لانه ايش احنا ولا بي ار وين نحط بي ار انا يفترض اول حاجه بعد بطبع سنرتب لك اياها بعد ما اطبع الكي الاسم احط سبيس نفس على العلامه بس صح وبعد كل علامه ايش كمان سبيس ولما يخلص علامات اطبع ايش برافو ايكولا عشان اشوفهم بس مرتبين مين محمد 90 60 80 انت جبت مين؟ اطبع ايش؟ كي حط سبيس مثلا نقطتين تكرم عنها واضح؟ حلو الكلام؟ بس هذا بنحول لجدول اتش تي ام ال تيبل نعمل ايش؟ الان اسهل لي اشتغل بي اتش بي من الاول للاخر لانه البي اتش بي موجود بس ضل ايش احوط الاشي في الاتش تي ام ال تمام؟ لا نشتغل ايش؟ نشتغل اتش تي ام ال من الاصل من الاول اتش تي ام ال لا ركز معي هاي هذا نوقفه عرفت انا لحد هم مين؟ الاري ايش بدي اشتغل؟ خلينا نسكر مين؟ سكر البي اتش بي هاي اتش تي ام ال بنعمل ايش؟ تيبل تيبل ايش يكون فيه؟ تي ار ثابت اللي هو ايش؟ نيم ويب واحد ويب اثنين اندرويد صح الكلام؟ هذا التي اتش هذا التي ار بده شيء بي اتش بي ثابت مثلا مش زي المره الماضيه لما عملنا حتى ذاك كان مجبولوه طلع لما عملنا الفيس تكن ثيرد متذكرين؟ الفكره هان تعمل مين؟ ثلاثه تي اتش تي اتش الاولاني تي اتش الثاني هذا فيه نيم ليش بدنا نحط مش نحط في جنبي نيم احنا بدي اربع نيم ويب واحد ويب اثنين والاندرويد اسماء المواد بدك تجيبهم من هناك بيختلف في الشغل بدك تجيب اول كي في الاري
تحط الكيس بالاول تعمل هنا الريه بتلف تجيب بس العنصر الاولاني يعني بتلف على باص واحده من هذول تاخذ منهم كيس عشان تتجاوب. خلينا انا بس الطريقه هذه، واحد وباثنين اندرويد. افترض الان ايش لقيت انا؟ الاقي عندي هي جاهز في ايرور ولا شنو؟ لا هذول هذا شو محول لكومنت صح؟ هذا طلع معانا هذول صح؟ في اتش زياده هذه تي اتش تي اتش تي اتش لا برافو عليك هذول فهمت علي؟ معمول كومنت بس جوا الاتشيمال باعتبارهم تكست عادي تكست مرمي في الهواء واضح؟ لان الشغل الان هذا كلامنا اللفه هذه وانت تصير اللوب اللي عملناها هذول وانت حيجي في الاتش تي ام ال صح؟ بدنا نجيب هذا الكلام بس قبل ما نجيبه نفتح مين؟ نفتح لا 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 اول مره نفتح تي ار لا لا غلط تي ار هو اللوب عدد التي ار معتمد على اللوب صح؟ ما ينفعش احنا اتش تي ام ال احنا ما فتحناش بي اتش بي بنفع منها هنا سترينج لان هذه اللوب رجعنا بي اتش بي صح؟ بنلف عليها الان على الكبيره على الكبيره صح؟ لحد الان عندي مين؟ عندي الاسم الطالب والعلاماته في هذه المرحله ايش بدي افتح؟ تي ار في هذه المرحله ايش افتح؟ اقول له ايكو للتي ار بس تسكيرته مش هان ما اقدرش اسكره هان ليش؟ سكره هان هان بدي اسكره بيرى مش لازم خلص مش هذه فتحت هذه تذكرتها هان بقول له ايش؟ سكرها شهادة تطبع تي دي اسكر التي ار قبل ما احط التي دي فاهم؟ فاهمين علي ولا يا شباب؟ في شيء ناقص انا قبل ما نتخربط في شيء غلط شايفين في غلط يعني انه بي اتش بي مش مسكر انا واضح؟ هيك انا ايش افترضت؟ حطيت بس الكي عمل له ايكو وين الكي هان؟ ايش عمل له ايكو؟ بتحطه وين؟ هذا الكي بدل ما اطبع عمل هيك ايش احطها؟ دي سيري شباب مالكم ثابت واضحه مش قبل شوي كنا نعمل ايكو لا بدي احطها في تي دي مشان التيار انفتح هان وتسكر هان هذا بدي احطه يعني تي دي صح هسه ليش هي مش جوا هان خلي هان توفرت ده هان ايش اقول له؟ ايكو لا تي دي جواتها ايش؟ مين جواته؟ كي بس دي هو الاري لا دي مين بس؟ قلت لو فتحت ايش هلاقي؟ مفهوم ولا؟ احنا ما عبيناش اللي هان لانه مع راسنا بدور وين؟ ليش ايش؟ طبعا ايش؟ في شيء مش مسكر. ما فتحناش قصدك ليش؟ قلت هذه اللي بتلف وين؟ على علامات بجيب من العلامه الواحده وهذا كلام ممكن يكون في تي دي برضه ايكو تي دي هان طبعا هي لو انها شباب
يعني انا بعتقد اني يعني ما وصلتش المثال بافضل طريقه. كنت اشتغلت معاكم فور ايتش، اشتغلنا هذا فور ايتش بعدين رحنا للخمه هي تاعت الريست ولا، بس هي هذه او فور اتش هو نفس الشغل، فاهم علي؟ شو اذا كانت هي فور او اذا كانت هي هذه مثلا اندكس اري، ما انت هيك بدك تولوبس، هيك بدك تولوبس. باقي الامور انه ليش بحط، ليش حطيت التيار هان وهانت سكرتها؟ لانها بدها تعبي جواتها ايش؟ تي تي. ليش طبعت الكي هان؟ ما طبعتهاش هان، لانه هي بتتكرر. هي مش جزء من وين؟ لا سي دي، هي جزء من مين هذه؟ هي كيف الكبيره هو لا واضح. روح في البيت جرب اقلب هذه فور ايش لحالها، جرب اللي جوا حطها فور ايش يعني شغل، ما عارف تحرفها ولا حتشغل ولا حاجه. هو هاي شايف هذا المثال عنده جدول، هذا العلامات هذه شايفها، او مش علامات، هي سيارات. اوكي هاي الري مالتي دايمنشنال، طبعا انا بجرب عليها قاعد بعض الشغلات، بطبع كارز في صيرو بزيرو وكارز في واحد، عشان بس بوضح لك كل واحد ايش بترجع. مثلا هذه ايش بترجع؟ واحد اثنين، مين واحد اثنين؟ واحد اثنين مظبوط 13 صح؟ اعملها بطريقه مين؟ لف على هذه، طبعا هذه مش مالها، مش اسوشيتيف، هي اسوشيتيف اري، لف عليها باستخدام ايش؟ فورما اي عادي، بس طبعها ما حطهمش. هان كيف تلف على مين؟ ريسيت تو كي. المثال اللي قدامنا نفس اللي عملناه احنا بس على اري ثانيه، شايف؟ طبع اتش 1 بعدين نعمل لفه على وين؟ على الري هذه، طبع لها الكي وال الري اوف الكي. ايش يا حبايب ايش مالكم؟ ما جاي اخطبكم. ايش الوضع؟ اللي قدامكم غريب هذا؟ عملنا اصعب منه قبل شوي. غريب الا الشيطان. هذا اللي كنت احكي لكم عنه، عمل اري ايش؟ شايفها فريند ليست علي؟ فريند ليست عباره عن ايش؟ اسوشيتيف اري، هاي الكي وهي الفاليو، هاي كي وهي فاليو صح؟ وكل فاليو عباره عن ايش؟ اسوشيتيف اري. فعشان الف عليها يطبعها بالطريقه اللي عملنا قبل شوي احنا، طالما فيه هذول مش تدي يعملوا، عملوا تي اتش لاحظ؟ عملناهم ايش هذول؟ عملناهم تي دي، عملنا تي اتش عادي بس بنفس الطريقه اللي احنا عملناها لف على. يبدو لك انه صعب، يبدو لك انه مخربط هنا، بس نفس اللي عملناه يا شباب. مش مصدقين ولا مصدقين؟ هو شكله هيك في الكود صعب شويه يعني، مثلا مش ملون او كذا. سوي اوبجكت بصير بصير، فاهم عليك؟ هو الهدف قلت لك في هذا السلايد، مش اقول لك، بس بدي اقول لك ايش فائده هذه الريست مع النكست، واجيب لك اياها في الامتحان ورسبك بس. فاهمين علي؟ بالضبط. يعني على فكره مش صعبه، مش صعبه مره شويه تركيز. ثاني شو عامل؟ بس بيطبع معلومات احمد، يعني هذا اللي لسه شايفها بيطبع معلومات احمد، فبدي يكون عندك ايش؟ قبل ما تاخذ قرارك بالطباعه هان، في اف على مين؟ على الكي. بس يعني مثلا زي ما قلت لك انا، طلع لي بس علامات احمد، برضه عندنا احمد اف، برافو عليك، اف الكي اف الكي بيساوي بيساوي، برافو عليك، بيساوي بيساوي احمد بتاع الجوست هذا، تسكره مظبوط ولا لا؟ هيك افترض يطلع مس مين؟ لما صارت اللوب الداخلية هاي تتنفذ. مين طول بالكم علي بس انا، تمام؟ طبعا احنا غلطنا غلطة، ايش صار؟ انه يفترض هذه من هان عشان احسب الاسماء التانية ما تنطبعش. واضح يا حبايب؟
هذا المثال يحط كامل هل لما طبع شيك انه مين؟ احمد. هذا بيطبع هذا الشكل طبعا لكارز، هاي الكارز. هذا طبع مين؟ طبعا كل الكارز معزين فور، اللي برا عملها فور مع ريسيت، واللي جوا عملها فور ايتش. انا حر يعني، مش شرط اذا بستخدم فور فوق فور مع ريسيت استخدم جوا فور مع ريسيت، لا غلط، مش اجباري. هذا بلف على كبيرة، بلف على صغيرة، مش علاقة ببعض. هذا بلف على الكبيرة، على الخارجية، وهذا بلف على العنصر. ايش قصدك؟ قصدك تحت هان. طبعا يعني هان لو جيت انت بعد ما هذه اللوب خلصت، وين حتلاقي؟ لو خلصت الدنيا انت هيك، جيت عملت كرنت على هذه، تلاقيه وين؟ تلاقيه برا. لا مش مالوش دعوة. قريت عليها من الاول. بس هذه اللوب وصلت المؤشر وين؟ على اخر واحد. فشلت تعمل ريسيت اذا بدك تستخدمها. هان بيطبع بس السياره لونها جرين، فحط فحص على. لا ثاني فرق ايش يا شباب؟ قال تطبع بس على مات. لا ها شايفينها في الاريه تبعتنا، بس الويب واحد. فاهم علي؟ فالشرط مش شان. لا لا ده بيظلوا هان. صلاه ما في على مين؟ على الستودنت اوف الويب واحد. بيساوي خليك معي ايه؟ بس خليك معي، بس خليك معي. تكتب علامة مين؟ لا علامة مين هيك؟ علامات أحمد. بقول لك اطبع الشخص أو علامات الشخص اللي جايب في ويب واحد واحد. ليش هيو؟ أو باثنين. فهمت علي؟ لا مين اللي صار؟ بس العلامات. بس القصد مش شرط مش على أحمد صار، الشرط على العلامة. أو إذا جايب في ويب واحد 41، مين هيطبع؟ فهمت علي كيف؟ بس الشرط صار على عنصر في الداخلية. طب ما ينفعش أفحص هان. طيب بطبع أفحص، لا هذا اللي هو عامله. اللي هو عامله هان عنده أري، قال هي أري وفيها سيارة وخمس سيارة، قال اطبع لي معلومات السيارة اللي لونها أخضر. لونها موجود هيو. شوف كيف فحص هان في الكارز وفي كي وفي الكارز بيساوي جرين. وقت بكمل صعب المحاضرة. أنا حزين على الناس اللي تحضرها مسجلة. تسمعون الآن. السلام عليكم. لا ما خلصناش، ناخذ بريك بسيط يا شباب. طيب يا شباب، الموضوع الثاني موضوع الكومباوند داتا تايب الثاني غير الاوبجكت، لانه هو ليش كومباوند؟ لانه بتكون اكثر من قيمه، زي ما الري فيها اكثر من قيمه، الاوبجكت بيكون فيه اكثر من قيمه، صحيح؟ لما لا تربيه في الساعات. لا الاوبجكت يعني اوبجكت، فاهمين انت ايش اوبجكت؟ الاول الاستنساخ بتاع الكلاس ايش هو؟ اوبجكت، الانستنس من الكلاس اوبجكت. طبعا مش داعي نحكي ايش اهميه الاوبجكت اورينتد، المفروض اخذتوها صح؟ وشو وظيفته وكيف بقلل الكود وكيف برتب الكود. في الاوبجكت اورينتد ثلاث مفاهيم، احنا نحكي بس عن اول واحد انكابسوليشن، اللي هو كيف تعمل كلاس وتعمل انكابسوليشن، اللي هو انكابسوليتد فاليوز في كلاس برايفت وبليك. في انهيرتنس للوراثه، في البوليمورفيزم للوراثه من اكثر من مكان. هاي التفصيل شو عم نحكي عنها، لانه تحطوها في جافا وما تهمناش احنا كود. فالانكابسوليشن لما تخفي جزء من الكود او تخفي ديتيلز، لما تعمل اتريبيوت وتعمله برايفت، فانت اخفيته عن مين؟ عن الاوبجكت. بصير التعامل مع هذا الاتريبيوت بس من خلال الستر والجيتر. مظبوط؟ طبعا بقول لك يعني تفاصيلك بسيطه، انه الكلاس له كاركترستكس وله بيهيفير. كاركترستكس هي الاتريبيوت خصائصه، والبيهيفير ورك ميثودز. نصيحه للتسميه، بقول لك سمي اسم كلاس اسم كابيتال،
او هي اللي هي الابر كامل كيس، اللي اول حرف كل كلمه ايش؟ كابيتال. طبعا في جواس تكتب كلاس اسم كلاس، تطلع جواس كل براكت، هذا هو كود الكلاس، وببلش بكلمه ايش؟ كيورد كلاس. بالطريقه هاي كلاس اسم الكلاس، الجواسين هذول، وهي هاي البادي تبعها، بتعرف الاتربيوت بتاعها، بتعرف مين المتنسي. عشان تستخدم شو هم يكون بروبرتيز تو ذا فاريبل، الفاريبلز اللي جوا الكلاس بنسميها ايش؟ بروبرتي. الفانكشن بنسميها فانكشن في كلاس ميثود، مظبوط؟ في لكل واحده منهم سكوب سيلكت. فاهم الموضوع؟ بروبرتيز في برايفت، في بابليك، وفي بروتكت، في بابليك وفي برايفت، في بابليك. كل واحده إلها ميزة. نيجي هنا نقول new PHP file object. الآن بدنا نعمل كلاس اسمه student، وعشان نلتزم نسمي نحط أول حرف إيش؟ وهي البلد تبعها. student في له public name، هاي البرودة الأولى، نعطيها default value. لو واحد ما ادهوش تكون الديفولت فاليو ايش؟ احمد. هذه بدون، هذه مش لاقي شيء، تمام؟ واحدة برايفت اللي هو مثلا ايش؟ تساوي 25، وفي بروتكتد مثلا الجي بي اي اللي هو الافريج بيساوي 80. حلو الكلام؟ الان بدي اعمل فانكشن ها او ميثود اسمها برنت الستودنت، هذا داخل الكلاس، هذا ميثود صح؟ اذا حد استدعاها تعمل ايكو لمعلوماته، ايكو لمين؟ للذس دوت نيم. بس هان بتقول هيك فيش دوت، تعمل هذه الاشاره. شوف الاشاره ليش؟ بدل الدوت طاب الجنب ماينس اكبر، ماينس اكبر اثنين كونكات مع فراغ this دوت ايش كونكات مع بنعزيل لما استدعينا النيم بدون ايش؟ بدون دولار ساين. ها مفهوم يا شباب ولا؟ وهان سبيس كونكات مع this جي بي اي. لام تجي برا هان واعمل انستانس، بدي اعمل اوبجكت منه، سميه ايش؟ اس تي دي 1 الشنود الاول يساوي نيو ستودنت. حلو الكلام؟ لحد الان في مشاكل؟ يعني بس الجديد على الجاب ايش هو؟ الاشاره هذه. مظبوط ولا لا؟ لا، ما انا بدي ديفولت فاليو. ممكن تعمل الاشاره في الكونستراكتور، ممكن احطه بس راح كانه في اخر المحاضره او في المحاضره الجايه. الان لو بعمل هيك بقول STD واحد دوت ايش؟ بنت ستودنت، المفروض ايش تطبع لي هذه؟ كل معلومه احمد 25 80 صح؟ اللي بدي اقول لك اياه، لان ممكن نلاحظه من هنا، انه داخل داخل الكلاس تقدر تصل لكل شيء، للبابليك وللبرايفت وللبروتكتد، صح الكلام؟ حلو الكلام؟ داخل الكلاس بقدر اصل لمين؟ لكل حاجه، سواء برايفت بابليك. طيب نعمل كلاس ثاني اسمه سي اس ستودنت، هذا مين؟ اكستند لمين؟ يعني عملنا وراثه. اه تعرض في فانكشن تحط فيها في شغلات، شو هو في شغلات؟ في فانكشن، لا مش الموضوع بعد، بعدين في فانكشن اسمها سوري هان تمام، فانكشن اسمها برنت سي اس ستودنت، بدي اقول له ايكو ل ذس دوت. شوف ايش اعطاني بس من المتغيرات اللي فوق،
ايج والجي بي ايه، ما ادانيش الايج لانه برايفت. يبقى في عمليه التوريث البرايفت لا تورث، مين اللي يورث؟ البابليك والبروتكتد. فهمنا؟ يبقى داخل الكلاس اتصل لكل الثلاثه، في التوريث اتصل لمين؟ للبابليك والبروتكتد، برايفت لا تورث. حلو الكلام؟ واضح؟ عرفت كيف اتصل لهذه؟ يضل معاكم هذا كمثال شوفوه with this dot. مين كمان؟ اني طبعا كنا نرتب هيك. واضح يا شباب؟ تقدر تصل لمين بس؟ لهذا للبابليك. بينما انا بحكي بعد ديفولت، بحكي ايش اللي ديفولت. بينما من الكلا من الاوبجكت بس تقدر تصل لمين؟ للبابليك. الاوبجكت بس بتلاقي يصل لمين؟ يبقى ملخص الكلام، اذا عملت اوبجكت من كلاس، اوبجكت من كلاس تقدر تصل لمين؟ بس للببليك. اذا عملت اكستند للكلاس تاخذ منه مين بس؟ الببليك والبروتكت داخل الكلاس نفسه. وضحت الصوره؟ هذا اللي هي مكتوبها في السلايد، الفرق بين هذه وهذه وهذه. واضح؟ هي مشروحة بالكلام طبعا، احنا شرحناها هنا. نرجع بنلف على السلايد كمان لنيو، تعمل نيو كلاس، تعمل انيشيشن او انستنتيشن، انستنتيشن انستنت انستنتيشن هذه انستنتيشن دي عملية استنساخ. هاي استنساخ لواحد واستنساخ لاثنين. هذه الاوبريتور بدل الدوت، لاحظين؟ الشغله الثانيه اللي بدي اكد عليها لما بتستدعي دون دراسه. واضح؟ واضح يا شباب؟ وانهان بس قلنا بنصل لمين احنا؟ بس للنيم. طيب بامكانك تغيرها، تبديل مثلا هي ايش هي؟ هي احمد خليها علي. واضح؟ يعني زي ما بتعملها جيت تعملها سيت بالطريقه، طول ما انت مش عاملهم برايفت. طيب هيك جابها او هيك عملها اسايمنت وهيك ايش؟ عملها ايكو. واضح؟ فهذا لازم تكون عباره عن ايش الاي دي يا شباب؟ لا لازم تكون ايش؟ بابليك. شباب هو وصل لها من وين هو وصل لها؟ لازم تكون الاي دي ايش؟ بابليك. لما عرفها هان افترض عرفها ايش؟ هو هذا غلط. مستحيل تكون، مستحيل تكون يا شري طيب، لازم تكون طبعا. ايش ناتج الكود اللي قدامك؟ طلع فيه ايش عامل هون؟ بيب بيب مرتين بيبا. هو هي عامل كلاس، عمل كلاس وعمل كمان كلاس واستدعى الهيرو تبعته تنتين بس، برجع بيبا عملهم بيبا بس بيب بيبا. لا نجي نحكي عن مفهوم الستار والجيتار. مفهوم الستار والجيتار ايش؟ ليش الستار والجيتار يا شباب؟ الاسهل ايش؟ الايجنت كان برايفت صح؟ فما بقدر اصلا، يعني مش منطقيه، انا مش مستفيد منها حاجه. ويا هو اصلا الشغل هيك، شغل برايفت والجيت والست للفاليو هذه يكون من خلال ستار وجيتار. طب ليش ما نحولها بابليك ونتعامل معها مباشره هيك؟ مين يقول ايش الفائده؟ حمايه، انه بخليش بحط شروطي الخاصه. يعني الان انا غيرت اسم علي، ممكن اغير اسم علي مثلا لكلمه لخمس ستة خمسة، في واحد اسمه هيك؟ فيش نيم هيك صح؟ بس ما حدش منعني. بس لو انا عاملها برايفت وبحط في الجيتر تبعها يتاكد انه الاسم سترينج، بقدر. لان بس هيك مش قادر. واضح؟ فعشان اهلي ماشي، فعشان اتحكم في هذا بروح بعمل له ايش؟ ستر وجيتر اللي هي بابليك. هي وديفولت بابليك يا شباب، لحظه مش مشكله. اللي هي اسمها فانكشن
جيت جي بي اي اسمها هيك صح؟ هذه جيت ايش وظيفتها تعمل؟ بس بتعمل ريتيرن للذس ذس جي بي اي استعملوا ايش؟ ريتيرن اسمها جيت صح؟ هذا الجيتار السيت اب ايش يكون فيها؟ اسمها سيت جي بي اي بدك تعطي له الجي بي اي اللي بيجي من اليوزر تعمل له ايش؟ تعمل ذس جي بي اي يساوي الجي بي اي طبعا هذا الجي بي اي والبارامتر هذا هو اللي هانت على الاوبجكت فوم واضح يا شباب؟ الان صرت من هان بقدر ايش اسوي؟ بقدر اعدل على الجي بي اي كيف اقول اس تي دي اي هذه الفانكشن اللي اسمها ست جي بي اي اول حاجه بدي له مثلا 50 لا لو طبعنا الجي بي اي قديش حلاقي؟ هو كان 80 كيف الاول يطبع 80 الان قديش صار يطبع 50 تعدل واضح يا شباب؟ الاوبجكت كله تعدل اللهم صل على سيدنا محمد بس خلينا نكمل النقطه هذه اعتقد انكم بتعرفوها لو عملت هيك بالزر اليمين في حاجه اسمها جنريت ستر وجيتر ستر وجيتر بتقول مثلا النيم واضح؟ بولد لك هيهم ست وجيت خلاص جاهزين تيجي تهب الجيت تحط شروطك او في ست تحط ايش؟ واضح يا شباب؟ متفقين؟ طبعا الكونستراكتور نفس الطريقه ممكن تولده بنحكي عنه في اخر المحاضره بقول له مثلا دائما ان شاء الله لكل هذول الثلاثه هاي الكونستراكتور واضح يا حبايب لو بدك نيجي ذا اليوم تحط برضه عشان لو واحد ما اعطاك اشياء حكينا عن المحاضره الماضيه متفقين صعبه الامور هذا الاوبجكت هذا الستر والجيتار هذا الكود كود ايش؟ كود جافا عشان احوله بي اتش بي ايش بدي اغير؟ اول دولار اول شيء هان دولار ساين صح؟ هان this وش سالب اكبر وهان دولار ساين دولار ساين دولار ساين دولار ساين وهان this صح بس الاختلاف هي شايفين بس نغير وضع التغيير شوي يا شباب بس حبيت يعني نربطكم ما بين ايش اللي بتعرفوه وايش الجديد طيب اعمل هان انستنس من البيرسون اعمل له ست نيم اعمل له ست ايج اعمل له ست جندر بعدين اعمل لهم ايش؟ عملهم جيت عشان في ستر وجيتر هان ايش؟ صباح هان واللي يعمل كلاس اسمه امبلوي فيه اثنين اتريبيوت مع ستر وجيتر هاي كلاس اسمه امبلوي برايفت وبروتكتد لهم ستر لهم ستر بس ما بيعملش جيتر واضح يا حبايب؟ صابر مو في شيء جديد في شيء جديد ما في لا يعني مش عارف الريسيت والنكست اقل شيء كانت اليوم جديده بشكل عام في المحاضره اليوم كان في شغلات جديده هيك خلصنا المحاضره الثانيه حدا